اهلا بيكم، حلقه جديده من عيش وملح، واحنا بنكمل الموضوع اللي كنا شغالين فيه امبارح. اللي شفنا امبارح كنا بنتكلم عن السردين، لان اكتشفنا ان ارخص سمكه كيلو ما بين 15 و20 جنيه في افخر واحسن الحتت. فاكتشفنا ان السمكه الزهيده الرخيصه دي تحتوي على قيمه غذائيه تضاهي زي ما بيقولوا اغلى واعتى السمكات، اللي هي مثلا زي سمكه السلمون اللي ب 110 120 جنيه، قيمتها الغذائيه هايله جدا. والجهات يعني منظمه الصحه العالميه والجهات اللي مهتمه بالتغذيه حطها على راس قائمه الاكلات المفيده اللي المفروض ناكلها كتير واللي بتعمل احساس بالشبع. هنحكي كل الحكاوي دي تاني في نص الحلقه، لكن احنا بنكمل حلقتنا بتاعه السردين. في الحلقه اللي فاتت عملنا ثلاث اصناف كانوا لطاف قوي. عملنا باتيه بتوبينج او ما قفلناهوش، باتيه بسطحه عليه سردين وخلطه لطيفه جدا، وعملنا كفته سردين، وعملنا الوصفه الاجمل في الحلقه الحقيقه انا برضو حبيتها قوي، كانت سردين محشي بالكسكسي وملفوف، متحافظ على الحشوه جوه انه ملفوف في ورق عنب واخد طعم ورق العنب، وحاجه خيال. شوفوها بقى على اليوتيوب اللي ما شافهاش، هتعجبكم. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هندخل السردين، هنشتغل اكتر بالسردين المعلبات الاول، هنشتغل بالاثنين، هنشتغل بالسردين الفريش ده وهنشتغل بالسردين العلب. زي برضو ما قلنا المرة اللي فاتت، علبة السردين دي تقريبا 7 جنيه 8 جنيه لطيفة قوي. مش عايزة أقارن أكل بأكل، أكل ربنا كله حلو، بس أنا شخصيا أنا السردين بالنسبة لي ممكن يكون ألطف من علبة تونة. في نفس الوقت هو قيمته الغذائية أكيد أعلى من التونة، يعني كقيمة غذائية دفنت للسردين يكسب، وكذوق شخصي كل واحد وذوقه، أنا بحب السردين أكتر. فهنعمل وصفتين، مكرونة بالسردين اللي هي حاجة في الدولاب متخزنة في دولاب المطبخ مع حاجة تانية متخزنة في دولاب المطبخ، مكرونة على سردين يقابلوا بعض يعملوا أكلة وإحنا واقفين كده من غير تحضير. وهنعمل كيكس أو فطا أو مش فطاير، اللي هي زي أقراص، أقراص بطاطس بالسردين، هتبقى شكلها زي الهمبرجر كده. وهنعمل الأكلة الأساسية اللي هي أكلة مغربية باقتدار بدرجة أولى، لأن السردين دي من أكتر البلاد المنتجة والمستهلكة للسردين هو المغرب. المغرب أنتوا عارفين بس على محيط كبير، ودايما يقولوا السردين المغربي السردين المغربي، فالمغرب من أكتر الدول اللي بتتعامل مع السردين، فإحنا اقتبسنا هذه الوصفة المغربية اللي هنبتدي بيها دلوقتي. هنبتدي هو طاجن خضروات، بطاطس على بصل على طماطم، ولو حابين غير كده ممكن تفتكسوا طبعا. وطاجن الخضار مع السردين، وكل ده اللي بيخليه حلو التتبيلة المغربي المميزة قوي اللي هي بيسموها التتبيلة بيسموها شرمولة. فهناكل بطاطس طاجن سردين بالشرمولة المغربية. خليني ابتدي بالخضار. انا هحتاج طماطم وهحتاج بطاطس وهحتاج بصل، واهو وعندي بطاطس متقشره ولذيذه. هبتدي بالخضار وبعد كده ندخل على التتبيله لان هي المهمه قوي. زي ما اتفقنا بحب ابتدي من الاخر، ما بحبش مثلا احط الحاجه وتبقى ابتدي بقى بعد ما رصيت كله ابتدي ادور هي فين التتبيله. ساعات في الطبخ الواحد حلو يبتدي من الآخر، الحاجة اللي هيحطها في الآخر هي يبتدي بيها أول حاجة وهو بيحضر، علشان مش في نص الحاجة يقف. بطاطس زي متقطعة تخين شوية زي صينية البطاطس في الفرن اللي احنا بنعملها، تقطيعة بتاعة صينية البطاطس. المغاربة أو المطبخ المغربي أكتر مطبخ بيتعامل مع فكرة الني في ني، يعني إحنا ساعات إيه نقلي ونحمر، يعني مثلا البصل اللي هنحطه على الأكل نستنى لما البصل يتقلى ونحط الطماطم والطماطم تتسبك
وبعدين نبتدي نقول يا خضار. المغاربة مطبخ يعتبر مطبخ صحي جدا، لانه كل حاجه نيه، يعني البطاطس نيه، على البصل نيه، بيحط توم. احنا بنعمل التوم مثلا نحمر التوم بره لغايه ما تطلع ريحته او يبقى زي الطشه ونحطه. فاحنا المطبخ المصري فيه حاجات كتيره قوي متحضره، يعني بنستعملها ما بندخلهاش نيه. البصل بنقليه، التوم بنعمله، حاجات كتير قوي، حاجه نحمرها قبل ما نضيفها. المغاربه يتميزوا بان هم بيجيبوا الطاجن الفخار العظيم بتاعهم ده، وارمي طبعا مش ارمي بالمعنى ان هم طبعا فنانين، يعني اساتذه مطبخ المغاربه، لان هم ثالث اكبر مطبخ في العالم تقريبا، اغنى مطبخ في العالم. لكن الفكره ان هم كله بيتحط فوق بعضه فوق بعضه، ني ني ني، يحطوا 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 يحطوا، وبعدين يروحوا قافلين كامرين الحدوته ومدخلينه في فرن على نار هاديه هاديه هاديه، يستوي على مهله جدا وياخد ساعات طويله. ففي الاخر هم اساتذه اللي بيسموه ني في ني ده. طيب عايزين كمان نعمل بصل كبيرة، البصلة شوية أنا عايزاها حلقات الحقيقة، فعشان كده مش عايزة أقطعها بالنص. طيب البواقي، البواقي تحويشة البواقي بتاعتي. طيب هنعمل ايه؟ طبعا خلينا واحنا بنقطع، احنا في جزء لازم ما يغيبش عننا، السردين، واحنا بنشتريه واحنا بننضفه. للأسف إن اللي معايا متنظف، كان نفسي جدا يعني ننظفه سوا مع بعض. بس السردين بصوا قد إيه جلدتها بتلمع، بصوا اللمعة اللي في جلد، شايفين زي الفضة، والله فضة، يعني لو الواحد لابس حاجة فضة في إيديه بتلمع أقل من كده. بحب قوي ألوان الأكل قوي. جلد مشدود وبيلمع بالجمال اللي إحنا شايفينه ده، عيون واضحة مش مضلمة بتلمع كده كده. واحنا بننقي السردين، السردين اكتر سمك سريع الفساد، جبتيه النهارده باظ بكره لو ما استواش طبعا، فهو سريع. او احنا كده كده ما بنحتفظش بالاسماك غير في الفريزر، بس يعني حتى السماك لو جاب سردين قعد معاه لبكره السردين راح. فهو سمكة سريعة الفساد جدا، فبنتعامل معاها ان احنا نبقى متأكدين ان جاية طازة وعلى طول نستخدمها، ومش حلو لما يتجمد. هنستخدمها ازاي؟ بتتشق، بنطلع خلينا مع بعض عند الحنفيه. هي دي اوريدي متنظفه، بس هي هنشقها وهنطلع اي حاجه في النص. وبعدين بعد ما هنشقها ونطلع المصارين واي اضافات، هنشوف. في ناس بتحب تشيل ده علشان تاكله، يعني هو صغير قوي فمش هنقعد نفصص واحده واحده، ففي ناس بتحب وهي بتنضفه تشيل السلسله بتاعته كلها، ترفعها كلها. وفي ناس بتاكله بشوكه، يعني اهو كده بالديل في ناس بتعمله براسه، وفي ناس برضو بتشيل راسه باعتبار ان هو سريع الفساد، فدايما اي حاجه بتبوظ بتبدا عند الراس. ففي الاخر ادي دي سردينه متنظفه، ودي كمان سردينه متنظفه، متشال راسها وديلها ومتساب فيها. قلت لكم في ناس بتحب بتسيب العظم وبياكلوه بالعظم، ادي العظمه دي. اللي مش عايز يوسخ ايده اثناء الاكل، تبقى الحاجه مخليه خالص وزي فيليه، بيشيل العظم دلوقتي زي كده وبيستخدمه من غير عظم. وده احسن، لان السمكه اصغر صغيره قوي على ان احنا اثناء الاكل نبتدي نشيلها، يعني لو اللي مش هياكل عظمها. خليني اغسل ايدي بقى بسرعه تاني معلش. طبعا هي احلى غسله للايد بصراحه بالليمون، يعني ساعات بلاقيه ان هو احلى من الميه في غسيل الايد. خلاص احنا عندنا هنستخدم اللي متنضف بعضمه ده دلوقتي، وهنبتدي نرص الطاجن بتاعنا. ادي
بطاطس، بصل، دلوقتي بقى هقعد شويه اظبط السردين ده ونعمل الشرموله زي ما اتفقنا. وخلينا بس دلوقتي هنطلع فاصل، هقعد انا اشتغل شويه على السردين واقول لكم عملت ايه بالظبط بالظبط، ونرجع نعمل الشرموله. رجعنا تاني، حلقتنا النهاردة عن السردين، حلقة نمرة 2. امبارح كان سردين، النهاردة سردين. بنعمل ايه؟ قلنا لان السردين اشهر انواعه ومشهور قوي في المغرب، فكان لازم نستعير طاجن السردين المغربي بالخضار. حطينا بصل وطماطم وترانشات، حلقات تخينة، بصل وطماطم وبطاطس مترصصين لطيف كده. وجي دور السردين، بس اهم من السردين ما نحطه نحضر له الشرموله، التتبيله. الشرموله المغربي هي ده سر الطعم كله، هو في التوابل المغربي اليونيك قوي الحلو قوي بتاعتهم. كلنا بناكل سردين، كلنا بناكل بطاطس، بس اللي بيعمل الفرق هو خلطه التوابل. الشرموله بقى هتبقى ايه؟ اول حاجه هيبقى بقدونس وكزبره خضراء. فخلينا نجيب شويه بقدونس، عيدان بقدونس. انتوا بتتضايقوا لما بتلاقونا بنقطع بالبقدونس كده وبنسيب القعر، بنسيب الورق يعني؟ انا ساعات بحس ان احنا كده بنهدر شويه بقدونس زياده. وادي الكزبره الخضراء. طيب يبقى عندنا البقدونس وعندنا الكزبره، لانهم في الاخر هينضافوا على بعض، فانا من دلوقتي هخلطهم ببعض. ايه تاني؟ خليني قبل ما احط اي حاجه، انا بحب اول ما افتح يعني قبل ما احط التوابل احط الزيت اللي هيخرج فيه طعم التوابل. ده زيت زيتون طبعا، طالما الاكل مغربي يبقى زيت زيتون. زيت زيتون كتير شويه الزيت، بس معلش ساعات الواحد ايه تكتر منه الحاجه كده. ملح وفلفل، ونرجع نعمل الكزبره والبقدونس مفرومين رفيع رفيع. كل ما يتدكوا كده ويتقفل عليهم تمام، كل ما نعرف نفرمهم هايل. عارفين كمان هيبقوا لطاف قوي يتعملوا بايه؟ بالمخرطه. سيبنا من شويه اللي بسكينه دول، تعالوا نعمل الباقي بالمخرطه. عندي هنا مخرطه، عندي المخرطه دي بتلق. بصوا اهي، اللي مش حابب يقطع او اللي ما عندوش سكينه حلوه قوي مش هيعرف يقطع الحاجه رفيع، فيبقى المخرطه هي الحل. طبعا المخرطه انا متاكده ان في بيوت كتيره قوي ما فيهاش مخارط اساسا دلوقتي، وفي بيوت اكتر البنات الصغيرين شويه جابوا المخرطه دي في الجهاز، يعني عملوا اللي عليهم وجابوا لهم مخرطه، وبعد ما جابوها لهم هم ما بيستخدموهاش في حاجه. بصوا لما تكونوا مش تعرفوا تقطعوا حاجه رفيع المخرطه اسهل. علشان يبقى اسمها خرجت. انا عارفه ان ناس كتيره قوي دلوقتي ما بقتش اساسا بتخرط الملوخيه ولا بتشتريها طازه اساسا. طيب ما علينا، مخرطه او سكينه. اهو بقى عندنا الكزبره هنا والبقدونس. ايه بقى كماله التوليفه المغربيه القويه؟ كماله التوليفه طبعا ليمون كتير. طبعا مش في سمك يبقى فيه ليمون. انا بحب اعمل كده، وفي الاخر ممكن انقي البزر. حطينا زيت زيتون، حطينا ملح فلفل،
عصير ليمون، وممكن نكتر عصير الليمون شوية. ايه تاني عايزة احطه؟ دول بقى شوية التوابل اللطيفة دي. لا عايزة الاول كمان قبل ما احط التوابل الجافة هحط توم. اخد الحاجة عندي هنا بدل ما افضل رايحة جاية. ادي توم. السردين ممكن يبقى فيه شوية زفارة، فكمية حلوة من الثوم والليمون مطلوبة، كمية كويسة يعني. كمان مكترة عشان الخضار، مش بس التتبيلة دي مش بس على قد كمية السمك، دي للطاجن كله، سمكه بخضاره، الخضار كمان هياخد طعم، يعني محتاج الطعم الحلو بتاع التتبيلة. طيب ايه تاني؟ شوفوا الاتي بقى، بابريكا يبقى لطيف، كمون اساسي، ده جنزبيل. طبعا الجنزبيل دايما يبقوا حبه قليلين، لان بالذات افضل تستخدموا جنزبيل طازه او مطحون، بس لو مطحون يبقى حبه قليلين قوي. وكركم علشان لون وعلشان صحه وعلشان الكبد بتاعكم يستفيد، وعشان حاجات كتيره قوي يستخدموا كركم. كده عايزه اشوف ناقصني حاجه، ما ناقصنيش. ممكن طبعا اللي يحب يحط فلفل حامي احمر يبقى لطيف. خليني احط كمان شويه فلفل حامي، ده اللي بيحبه. بصوا كنا بنقول الاول ان الزيت كتير، بصوا الحاجه شربتها ازاي. طيب انا لاني غسلت ايدي النهارده 100 مره فقررت ان انا مش هغسل ايديا تاني زهقت، فشوكه وسكينه بقى. هنا احنا عملنا نضفنا السردين، نضفنا السردين وعملناه فيليه. السردينه الصغيره يا جماعه احلى من السردينه الكبيره، بس مش صغيره زياده عن اللزوم يعني. نحط بقى التتبيله، بصوا بقى السردين كمان لطيف، هو قلنا كله نيف ني، كله مستوي نيف ني، هيبقى لطيف قوي لما هينزل طعمه على الخضار اللي تحت، الخضار هيبقى احلى من السردين. ممكن احط شويه خضار بسيط تاني. واخر جزء في التتبيله كده يا جماعه، احنا عندنا اكله هايله. احط سردنتين تانيين لاني انا بقوم عاجبني. كده بقى يلا على الفرن نغطيها، محتاجينها تستوي من غير ما تنشف. الاول نغطيها فرن سخن قوي وتتغطى وتدخل وهتعجبكم ان شاء الله. اغطيها برضو، خليني الفضي مش فوق، الفضي تحت، لان الفضي يعني الجزء اللي بيلمع، هما الاثنين فضي، الجزء اللي بيلمع مش هو اللي احنا شايفينه، احنا هنشوف الجزء المطفي
علشان اللي بيلمع بيأخر السوى شوية شوية، بيعكس الحرارة فما بتستويش بسرعة. بس كده ممكن نعمل، انا ما خرمتش كويس، ممكن نعمل خرم علشان البخار لو حب يهرب حبة. بس كده. طيب، يبقى احنا دلوقتي خلصنا اول هام، طاجن السردين بالتتبيلة المغربي، وهنبتدي نعمل قرص البطاطس بالسردين. المرة دي احنا هنستخدم سردين علب تسهيلا، وحلوة الاكلات اللي حاجتها موجودة، اللي مش محتاجين نشتري حاجتها طازة. هنعمل القرص ازاي؟ هنفرم اكيد السردين ده، هنفرمه. السردين ده دايما عظمه جواه، وده بالذات بقى بيتاكل بعظمه، لان من كتر المدة يعني هو معلب فمحفوظ بقاله مدة بيكون العظم اتهرى، ودي فرصة هايلة ان احنا ناخد كمية من الكالسيوم من عظامه، فعظامه تؤكل. انا ممكن بقى اجيب طبق كده اللي اعرف اهرس فيه واروح اخد واحده تاني. انا هعمل ايه؟ هنقول مثلا لو احنا هنعمل كيكس او الفطاير دي، مش فطاير يعني، قرص في حجم الهامبرجر، في حجم قرص الهامبرجر، فلو احنا هنعمل 6 7 وحدات هنحتاج 3 سردينات. الباقي انا عارفه اني هستعمله في الوصفه اللي جايه اللي هي هتبقى المكرونه. كده انا اخدت 3 وحدات اتهرسوا اهو، اتفتفتوا خالص. عايزين ندخل السردين ده في ايه؟ في بطاطس مسلوقه. خليني اجيب له بقى طلباته من الثلاجه. ادي بطاطس وادي بصل اخضر وادي شبت، وهحتاج له ايه كمان؟ دول دلوقتي، باقي هجيبه بعدين. انا محضره له كنت البطاطس المسلوقه، دي بطاطسايه مسلوقه، هندخل بس ده في ده. طيب ما نضيعش وقت عشان في الاخر نخلط. ايه تاني هيدي طعم حلو؟ شبت وبصل اخضر. قطع البصل الأخضر البصل الأخضر فرصة طول ما هو موجود ناكله، ما بنلاقيهوش دايما. الحتة الخضراء أغلى من الحتة البيضة. في ناس كتير بياكلوا البصلة ويرموا الأخضر على إنه ده يعني هو إحنا عايزينه عشان الأبيض. برضو الأكل أذواق، مفيش حد في الدنيا يقدر يقول لكم نعمل ايه وما نعملش ايه، ولا حد. كل واحد ياكل اللي هو عايز ياكله وبس. لكن انا ما بلاقيش في الاخضر اي حاجه تخليه يترمي، انا بلاقيش الحته الخضراء اطعم من الحته البيضه. ومش بس كده، ده الحته الخضراء كمان برضو فيها كل حاجه خضراء، فيها غذاء، كل حاجه لونها اخضر باللون. باللون، عشان الماده المغذيه هي هي لون، هي ماده ملونه، فلما بتبقى يعني اللون اللي انا شايفاه ما هوش الوان، هو ماده، الماده اللي جواه لونها احمر او لونها اخضر. ده زي ايه؟ زي ما بيقولوا فيه ماده كيميائيه ليها خواص، خواص بتتشاف، خواص فيزيائيه. يعني مثلا زي ما يقولوا ان الميه ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحه، فده منظرها. فهو المواد الكيميائيه، الفيتامينات والمعادن والحاجات دي، منظرها ان لونها اخضر، فاللون ليه معنى، ليه معنى في الغذاء. طيب احنا كده حطينا كل حاجه، ههرسهم وهنطلع فاصل وهنرجع نكمل عمايل الاقراص دي في نقليها.
بفكركم احنا بنعمل حلقة السردين، وعملنا طاجن خضار بالسردين مغربي ده في الفرن مغطين عليه، كنت هوريه لكم. ودلوقتي بنعمل أقراص بالحاجات اللي موجودة في البيت. علبة سردين معلب، المرة دي لا سمك ولا زفارة ولا أي حاجة، العلبة من الدولاب. على بطاطساية مسلوقة، مفيش بيت مفهوش بطاطس مركونة على الجنب كده. يبقى هنعمل القرص دي أو الأقراص. احنا حطينا البطاطس على السردين، وعشان يبقى طعمها حلو ما حطيناش لسه، هنحط ملح وفلفل. وهنحط ايه تاني؟ حطينا شبت، سوري، حطينا شبت وحطينا بصل اخضر، ادي ملح وفلفل، حطينا بصل اخضر وشبت. يبقى بطاطس، سردين، بصل اخضر، شبت، ملح، فلفل. خليني انزل ده كله. ايه ينقصنا تاني علشان القرص دي تبقى حلوة؟ شوية دقيق وشوية بيض علشان يربطوا الحدوتة. الدقيق هيطلع كده، هيطلع حاجة هتعجنه، هتخليه عجين شوية فنقدر نحركه. بصوا دي بتتعمل بجد في 5 دقايق، يعني فتح علبتين على بعض على شوية مش لازم اللي موجود في البيت. يطلع بصل أخضر بقى، يطلع شبت، يطلع بقدونس، يطلع إن شاء الله حتى يطلع جرجير، يطلع أي حاجة، بلاش لا ده ولا ده، يطلع مستردة، يطلع كيبرز، يطلع أي حاجة هتخلي طعمه يبقى حلو. والسردين عموما حاجة طعمها حلو قوي. كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن السردين ليه جلايسيميك اندكس عالي. الجلايسيميك اندكس اللي هو قد ايه السعرات بتاعه الحاجه ماشيه مع، او يعني السعرات كومبينيشن، السعرات بالشبع، الاحساس بالشبع. في حاجات سعرات قليله بس كمان شبع قليل، وفي حاجات سعرات عاليه وشبع وبتشبع قوي، زي ما ناكل دهون او حاجات فيها فاتس كتيره بتشبعنا بس سعراتها عالية. الشطارة بالنسبة لأي حد إنه ياخد حاجة بتشبع بسعرات قليلة، هو ده الجلايسيميك اندكس. أو إزاي هي بتشبع؟ بمعنى إن ما بتخليش سكر الدم يتحرق بسرعة، يعني ما بتخليش السكر يروح ينزل معدله من الدم بسرعة، وهو ده الشعور بالشبع. فلقوا إن السردين من أكتر الحاجات اللي بتدي إحساس بالشبع والفولنس بالنسبة للسعرات من الأكلات العالية جداً، فبقى محبوب قوي ان الناس تاكله. ده زائد ان هو فيه سيلينيوم وبي 12، ودي مواد لطيفه جدا للاعصاب. انا هنا بسلق مكرونه، خليني اوطي شويه دلوقتي عشان مش عايزه المكرونه تخلص بدري. طيب هنعمل ايه؟ احنا حطينا الدقيق، انا خلاص حاطه فلفل هنا فمش قلقانه من البيض، هشوف مش ممكن ما احطهاش كلها. طيب هحط شويه بقسماط، ده غير البقسماط اللي احطه بره. كده انا مبسوطه شويه ان البقسماط كتير علشان ما تلزقش في ايديا قوي. وهبتدي اخد حاجه كده زي الهامبرجر، زي الطعميات، وهي اكله كمان مشبعه كده ولذيذه وهارتي زي ما بيقولوا. يعني نظبطها كده،
وعلى الزيت. بس انا لو ابتديت احطها دلوقتي في الزيت النار هتسبقني، فلازم اعمل كام واحده تانيه. هحتاج بقسماط تاني، في هنا بقسماط في التلاجة، في نطلعها ونظبطها بره، نديها المنظر اللي احنا عايزينه. واحده ثالثه ونكتفي علشان بدل ما نقعد نكرر حاجات متشافه. اول ما نتاكد ان هي البقسماط في وشها وظهرها احنا ممكن هنا نعملها بره. طيب يلا بقى. حلو ان بعد لما نعمل حاجه في البقسماط نسيبها سنه علشان البقسماط يلزق الوقت، شويه الوقت اللي هنسيبها ده هتخلي البقسماط يلزق عليها. لما ننزلها في الطاسه ما نلاقيش البقسماط وقع وحرق الحرق الزيت او حرق السمن اللي احنا بنقلي فيها. طيب خلينا دلوقتي ما فيش حاجه تتعمل، احنا هنكمل قليتها وهنطلع فاصل، وترجعوا من الفاصل تلاقوهم اتقلوا ونقدمهم وندخل في المكرونة اللي وراها. رجعنا من الفاصل ومكملين حلقة السردين. استخدمنا السردين الطازة في الطاجن، وبنستعمل دلوقتي السردين المعلبات اللي سهل قوي يكون دايما موجود في البيت في أي لحظة. في الطبق الأشهر مكرونة، زي ما اتفقنا كل حاجة في الدنيا ممكن نضيفها على المكرونة وتبقى حلوة. مكرونة زيها زي العيش، في ايه مش ممكن نحطه في حته ساندويتش في حته عيش وناكله؟ ايه يعني كل حاجه ممكن ناكلها بعيش وكل حاجه ممكن نحطها على المكرونه. المهم هنحط ايه مع ايه يعني. مش ما هي مش فكره نحط الحاجه مع المكرونه وتبقى حلوه، لكن ننقي للحاجه دي اصحابها اللي هيتحطوا معاها اللي يليقوا عليها. يعني لو هنحط سردين على المكرونه فنشوف ايه السردين بيحب ايه تاني، يعني نحط ايه جنبه بحيث التوليفه تبقى حلوه، ساعتها المكرونه تنجح. لكن قبل ما نسيبكم، اخر حاجه عملناها احنا كنا بنحمر القرص دي، راس السردين بالبطاطس، بطاطس مهروسه ومهروس فيها سردين، وخدت كل تحابيشها بصل اخضر وشبت وملح وفلفل وتوم وايه كمان اخدت ايه كمان ملح وفلفل وتوم وبس. وطبعا وخدت دقيق وبيض وبقسماط. انا كنت بفكر في الحاجات اللي بتدي نكهه، لكن خدت طبعا الدقيق عشان تظبط والبيض والبقسماط علشان تعجن كويس، وشكلناها وحطيناها في بقسماط وقليناها. وادي هذه الوصفه. دلوقتي بقى حان وقت المكرونه، وانا هنقل المكرونه على العين دي وهروح اشتغل. ماشي على العين دي. نحط شويه مكرونه تتسلق. انا حابه تكون بنه اللي هي المكرونه القلم. هعمل طبق واحد على قد فرد. خلي المكرونة تاخد راحتها ونحط بس الملح. والناحية التانية بقى نعمل التوليفة اللطيفة، نحط الحاجات اللي هتليق مع بعض وهتطلع مكرونة بالسردين حلوة. أول حاجة زيت. هستعمل زيت عادي من الزيتون.
وده لوحده بيس حلو قوي. الزيت بياخد كل النكهات اللي هتيجي فيه. هكتر الزيت شويه، عارفين ليه؟ هكتر الزيت لاني هحط بدنجان، والبدنجان بيحتاج زيت كتير. بدنجان اسود. انا عارفه ان الموضوع يعني ايه، سنه مش مألوف البدنجان مع المكرونه، بس جربوها. البدنجان لوحده يعني، بدنجان ابو خل وتوم، والبدنجان المقلي الطويل ده يعني البدنجان حاجه، احنا المصريين والبدنجان علاقه متينه جدا. وان كنا برضو بنستخدمه اقل بكتير قوي ما ناس تانية بتستخدمه، يعني مثلا الشوام السوريين عندهم 100 اكله فيها بدنجان. التراكوة بيحطوا مع كل اكله بدنجان، فاحنا البدنجان ممكن نستخدمه اكتر. احنا هنعمل ايه؟ صوابع بدنجان عروسي كده لطيفه، وعايزه ارفع. اختاروا احلى الصغير، ليه انا اخترت الكبيره؟ كنت عايزه اختار الصغير، بيبقى شكلهم احلى. وده ينزل في الزيت يتقلي من غير ولا حاجه، الحاجات هتجيله بعدين. وانا مختاره ابتدي بالبدنجان لسبب واحد، ان لو احنا حطينا دلوقتي اي المنكهات التوم، يعني لو انا كنت ابتديت بالتوم وجي بعد البدنجان، كل طعم التوم هيتمص جوه البدنجان، مش هيتاخد في المكرونه. يعني البدنجان ده زي السفنجه، لو حطينا هنا مثلا توم وفلفل زي ما احنا هنحط دلوقتي، لو كنا حطيناهم الاول كان البدنجان هيشرب الزيت بكل النكهه دي، ولما نيجي نحط مكرونه مش هنلاقي النكهه، تبقى هنلاقيها بس في حته البدنجان مش في بقيه المكرونه. فانا دلوقتي وانا احنا بنقلي البدنجان ده كمان بنشوح توم، وهنهدي النار شويه. توم كتير بقى، توم كتير، دي مكرونه معموله بمكونات كده ايه بسيطه، فعلى الاقل ما تبقاش الكميات كمان بسيطه. اخبار المكرونه ايه؟ ناويه تعجن او ناويه لازم نديها تقليبه؟ طيب حطينا كده توم حلو، نحط كمان فلفل احمر حامي فرصه ينزل طعمه. كل الحاجات اللي عايزين ناخد منها طعم بنحطها بدري، نحطها الاول علشان تلحق تدينا طعم، ونهدي النار شويه كمان. طيب حطينا الفلفل الاحمر وتوم، عايزه كمان احط فلفل مشوي، هيبقى حلو قوي. فلفل اخضر واحمر مشويين، ادي الاحمر، بس دول احطهم في الاخر عشان ما يتبهدلوش، حرام يعني مش هيستحملوا، يعني مش احلى حاجه يفضلوا مده طويله، هيتهروا ويتبهدلوا يروحوا في مش هنشوفهم يعني. احلى حاجه الفلفل الاحمر المشوي طبعا، يعني بس الاحمر اميز من الاخضر بصراحه، لان الاحمر الشوي بيطلع السكر اللي جواه فبيبقى سويت قوي. الفلفل الاخضر في مراره، سنه مراره اللي احنا كلنا يعني بنحبها، يعني الطعم قصدي ما فيهوش سكريات زي الفلفل الاحمر، فبالتالي الشوي ما بيغيرهوش كتير. طيب احنا بندي وقت كل ده، عمالين بندي وقت للثوم ان هو اكيد مش عايزينه يحمر ولا يتحرق، بس عايزينه ينزل طعمه كده بهدوء في الزيت. تيجوا نوطي ونبص على الفرن في اخباره ايه. الله، الريحه يا جماعه حلوه حلوه. ونزل، بصوا كنا حاطينه من غير ولا نقطه ميه، بقى في ميه والسمك استوى والبطاطس. طيب هو ده الكلام، ايه رايكم؟ اغير مكانه بس مؤقتا، خليه هنا. هنحب نحط ايه هنا تاني؟
احب احط فلفل، قصدي زيتون، برضو خليه في الاواخر شويه، مش عايزه دلوقتي. برضو الزيتون ما بيبقاش احلى حاجه، لما الزيتون الاخضر كمان بيبقى لطيف قوي. ممكن نحط كمان كابري زي كل الحاجات اللي فيها اسماك. اللي اكيد هنحطه هو سردين. خليني افتح العلبه دي. دي فيها ثلاث سردينات صغيرين لزاز. هو ده. بصوا بصوا السردين. المكرونة كده شكلها مستوي حلو. أنا عاملة مكرونة طبق مكرونة. إيه الحاجات اللي إحنا مقررين إن إحنا نحطها آخر لحظة؟ دول والزيتون. خلينا الأول نحط المكرونة. انتوا هتقولوا لي ان هي حلوه. عايزه احط فلفل اسود وانا عاملاه مخصوص خشن. بصوا ده مش فلفل عادي، ده فلفل لا هو مطحون، فلفل خشن مش هيعمل حرقان، بيكتر ما بيحرقش، بيدي نكهه بس. وبعدين ننزل التحابيش اللطيفة دي وعلى رأسها السردين. أنا عندي هناك علبة. والزيتون الأسود. هحط السردينة دي قبل ما أفتح العلبة الجديدة. بصوا بقى بزيتها. بالزيت اللي هي فيه. اخد واحدة من العلبة التانية اللي انا لسه فتحاها. بيقولوا قاعدين جنب حاجة زحمة زي السردين، كأنهم اهو فعلا هو زحمة زي السردين. جماعة المكرونة دي حلوة بجد، يعني انا في حاجات وانا بشتغلها بحس ان انا ريقي جري. يعني بنعمل اكل كتير، مش كل أكلة بنعملها اللي واقف يطبخها يحس إنه ريقه جري عليها، ريقي جري على المكرونة. هغرفها أول حاجة. لا مش أول حاجة، ما احنا التانيين خلاص حطيناهم. هغرفها آخر حاجة، ودي هتكون آخر حاجة أعملها قبل ما أسيبكم. بالهنا والشفا عليكم، كل حاجة عندكم. جربوا الوصفة دي بسرعة هتعجبكم، وأنا هشوفكم إن شاء الله قريب في حلقة جديدة من عيش وملح. Thank you.